السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى توقعات مباريات الأحد 2021 ديسمبر 12 من جميع الدوريات الأوروبية المختلفة، الدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري المغربي والقطري والسعودي. طبعا قبل الفيديو لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو يصلك كل جديد. نبدأ على بركة الله في توقع المباريات مع أول مباراة، وهي من الدوري الألماني بين بروسيا مونشنغلادباخ وأرمينيا. بروسيا يحصل الترتيب 15 بنقطة واحدة، أرمينيا الترتيب 12 بثلاث نقط. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز بروسيا مونشنغلادباخ. توقع هو فوز بروسيا مونشنغلادباخ. إلى المباراة التالية، وهي في الدوري الإيطالي بين إنتر وساندوريا. إنتر يحصل الترتيب الثالث بست نقاط، ساندوريا الترتيب الثالث عشر بنقطة واحدة. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز نادي الإنتر طبعا. التوقع هو فوز نادي الإنتر طبعا. إلى المباراة التالية، وهي في الدوري الإيطالي بين تورينو وسبيرز. تورينو يحصل الترتيب السادس عشر بصفر نقط، سبيرز الترتيب الثامن عشر بصفر نقط. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز تورينو. أتوقع فوز نادي تورينو. إلى المباراة التالية، وهي في الدوري الإيطالي بين إي سي ميلان ولازيو. إي سي ميلان يحتل الترتيب الرابع بست نقاط، لازيو الترتيب الأول بست نقاط. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو جول تسجيل فريق ما. التوقع هو جول تسجيل فريق ما. إلى المباراة التالية، وهي في الدوري الإيطالي بين إي سي روما وساسولو. روما يحتل الترتيب الثاني بست نقاط، ساسولو الترتيب الثامن بأربع نقاط. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز نادي روما. التوقع هو فوز نادي روما. إلى المباراة التالية، وهي من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وإسبانيا. أتلتيكو مدريد يحصل الترتيب الخامس بسبع نقاط، إسبانيول الترتيب السادس عشر بنقطة. التوقع لهذه المباراة طبعا هو فوز أتلتيكو مدريد. التوقع هو فوز أتلتيكو مدريد. إلى المباراة التالية، وهي بين أوساسونا وفالنسيا. أوساسونا يحصل الترتيب الثامن بخمس نقاط، فالنسيا الترتيب الثالث بسبع نقاط. التوقع المناسب لهذه المباراة طبعا هو فوز نادي فالنسيا. التوقع هو فوز نادي فالنسيا. إلى المباراة التالية، وهي بين قادش وريال سوسيداد. قادش يحصل الترتيب الثاني عشر بنقطتين، ريال سوسيداد الترتيب السابع بست نقط. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز ريال سوسيداد. التوقع هو فوز ريال سوسيداد. إلى المباراة التالية، وهي بين ريال مدريد وسيلتا فيجو. ريال مدريد الترتيب الأول بسبع نقاط، سيلتا فيجو الترتيب الثامن عشر بنقطة واحدة. طبعا التوقع لصالح ريال مدريد، التوقع هو فوز ريال مدريد. إلى المباراة التالية، وهي في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وليدز. ليفربول يحصل الترتيب الخامس بسبع نقاط، ليدز الترتيب الخامس عشر بنقطة. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز نادي ليفربول. التوقع هو فوز نادي ليفربول. إلى المباراة التالية، وهي في الدوري الفرنسي بين مونبيلي وسان سيتي. مونبيلي يحصل الترتيب الحادي عشر بأربع نقاط، سان سيتي الترتيب السادس عشر بثلاث نقاط. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو جول تسجيل فريق ما. التوقع هو جول تسجيل فريق ما. إلى المباراة التالية، وهي في الدوري الفرنسي بين رين وريمس. رين يحصل الترتيب التاسع بخمس نقاط، ريمس الترتيب السابع عشر بثلاث نقاط. التوقع المناسب لهذه المباراة طبعا هو فوز نادي ريم. التوقع هو فوز نادي ريم. إلى المباراة التالية، وهي في الدوري الفرنسي كذلك بين نيس ونوت. نيس الترتيب الخامس بست نقاط، كما نوت الترتيب الثاني عشر بأربع نقاط. التوقع هو فوز نادي نيس. التوقع هو فوز نادي نيس. إلى المباراة التالية، وهي بين ليون وستوارت. ليون الترتيب العاشر بخمس نقاط، ستوتسبورغ الترتيب التالي عشر بأربع نقاط.
أتوقع هو فوز نادي ليون على سبورت، أتوقع هو فوز نادي ليون. إلى المباراة التالية وهي في الدوري المغربي بين الوداد واتحاد طنجة، طبعا نادي أول جولة في الدوري المغربي. أتوقع هذه المباراة جول جول تسجيل فريق ما، أتوقع هو جول جول تسجيل فريق ما. إلى المباراة التالية وهي بين المغرب الفاسي وبركان، التوقع لهذه المباراة طبعا هو كما التوقع لمباراة هو جول جول تسجيل فريق ما، التوقع هو جول جول تسجيل فريق ما. إلى المباراة التالية وهي في الدوري القطري بين التحيل والخور، التوقع لهذه المباراة هو فوز نادي التحيل، التوقع هو فوز نادي التحيل. إلى المباراة التالية وهي بين السد والسيليا، طبعا التوقع هو فوز نادي السد زعيم قطر. إلى المباراة التالية وهي في الدوري السعودي بين الاتفاق والرايد، الاتفاق يحتل الترتيب السادس والرايد الترتيب الخامس بستنين. طبعا التوقع لهذه المباراة هو جول جول تسجيل فريق المعنى، التوقع هو جول جول تسجيل فريق المعنى. إلى المباراة الأخيرة لهذه اليوم بين الشباب والحزم في الدوري السعودي، الشباب يحتل الترتيب الخامس عشر بنقطة واحدة، الحزم الترتيب التالي عشر بنقطتين. طبعا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز نادي الشباب، التوقع هو فوز نادي الشباب. فهنا ينتهي هذا الفيديو، طبعا لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو ليصلك كل جديد. بس إلى اللقاء.